الطباع ما حكمه في السعي إذا كنا قد عرفنا حكم الطباع في الطواف؟ الشافعية يرون أن الطباع في السعي سنة أيضا كحاله في الطواف، قياسا على فعله في الطواف. ولكن في الصلاة؟ لا، في الصلاة مكروه. أيوة، بعض الناس يظنون أن الطباع لما كان سنة في الطواف فإن ذلك يتعدى إلى الصلاة بعد الطواف، اللي هو ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان كيفما تيسر. فلا، الطباع في الصلاة مكروه. فإذا أنهى عشان الإنسان ناخد بالنا من أمور ربما يعني إذا أنهى الإنسان طوافه فإنه يضع الرداء على عاتقيه ويغطيهما، هذا هو المستحب. يعني يشمل الرداء الجسد بقى على الكتفين. نعم. طيب.